سوا. على الموجة سوا على صوت لبنان، وتحية رغم كل شيء، تحية قلبية لكل اللي عم بتابعونا إن كان بالصوت بالصوت أو بالصورة عبر محطات صوت لبنان إذاعيا موجاتنا 100.5 100.3، عبر بالصورة عبر الويب تي في، عبر VDL.me، عبر VDL24، وعبر صفحاتنا على السوشيال ميديا Voice of Lebanon 100.5. من القلب لتراب لبنان وحبي من ترابك بكنوز الدنيا يا هالوطن المشلوح بهالكرة الأرضية، بقطعة من الكرة الأرضية حقها جواهر وحقها كنوز الدنيا ولا تثمن بأي ميل من العالم. قطعة من الدنيا مزروعة ومسقية بدم ناس عم تزهر شجر وصوار وأحرار. تحية لكل لبناني وين ما كان عم يسمعنا وعم بيتابعنا، وإن شاء الله هالأزمة وهالغيمة تزيح وحلنا بقى نشوف الضو ونقول مع فيروز كيسك يا جدي. اليوم على الموجة سوا رح نروح شوي إلى الشق الإنساني الفني والتعاطي الفني بهذا الموضوع. الفنانين وينهم؟ إدي عم يتواجدوا؟ شو عم بيقدموا؟ وشو عم يعطوا؟ مثلا خليني أعطي مثال قبل ما بلش بالحديث. قامت القيامة على الفنان راغب علامي بعد إحياء وعرس بمصر. كيف بيعمل عرس والدينة ايمي قاعدة بلبنان؟ اوكي فيها وجهة نظر، ولكن تبين لاحقا لانه راغب علامي عم بيقدم ريع معظم حفلاته لمساعدة عدد لا بأس فيه من النازحين. تحية لكل فنان وفنانة وقفوا وقفة عز بهالوضع اللي نحن عم نعيش فيه، ولابد ما نلفت للحملة الإنسانية يلي عم توفي النجمة ماجي أبو غصن بالاشتراك مع جمعية حماية يلي أطلقتها، وكانت مبادرة إنسانية مؤثرة جدا أطلقتها يوم الثلاثاء الماضي، ودعت جميع المواطنين للتوجه لأقرب مركز أو مدرسة بتستضيف نازحين بكل المناطق اللبنانية بهدف تقديم المساعدة مادية عينية بسمة أو زيارة أو كلمة حلوة بهذا الوضع نحن بحاجة لها. وفيكم كمان تتواصلوا مع جمعية حماية على الرقم 03414964، هو هذا الرقم الساخن لجمعية حماية. كمان إعلامية من الإعلاميات، يمكن أبرز الإعلاميات الناشطات بالحق الإنساني هيدي الفترة، هي الإعلامية رابعة زيات اللي عم تكون متواجدة دايما على الأرض وعم تدعم بكل ما بتملك من قوة على قدر ما بتقدر. عم بتزور النازحين بالمدارس، مسخرة مواقعها على السوشيال ميديا، صفحاتها على السوشيال ميديا لدعم النازحين. عم تزور المدارس، عم تكون على الأرض، عم تشوف شو ناقصهم، وعم تعلي الصوت بالرغم من الألم اللي موجود بداخل كل حدا منا. الإعلامية رابعة زيات معنا على الهوى، هي بنت الجنوب، هي بنت سور. أهلا وسهلا فيك على صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك أندري، إلك ولكل المستمعين، والله يحمي هالوطن يا رب وجميع أبنائه. 100% الله يحمي هالوطن. بعده بصيص النور هذا اللي بننبش عليه آخر النفق، بعده بعيد أو بلش يقرب؟ بدنا نقنع نفسنا أو نقدر هيك يعني نخترع حلول لحتى نفكر إنه البصيص الأمل والنور قريب. نعم. الله. رابعة سخرتي صفحات، كل واحد عم بيتصرف حسب قدرته وقديش عنده. نعم. مجال وين في أثر. حضرتك إعلامية ومؤثرة كمان على صفحات التواصل الاجتماعي، سخرتي صفحاتك لدعم النازحين وما اكتفيتي بهالقدر، عم تنزلي على الأرض ومن من مدرسة لمدرسة، من منطقة لمنطقة رغم كل المخاطر اللي عم بتحيط فينا. ليش أنت بهالمبادرة والإصرار اللي عندك، وشو هيك فيك تحكينا على الموضوع؟ يعني اولا كوني مواطنة لبنانية. نعم. يعني الوطن الارض هو ام 100%. لما تمرض امك، لما يمرض وطنك، انت ما فيك تتركه بهيك ظروف. نعم. نترك كل شيء، نترك خلافاتنا، نترك جميع الأمور اللي نحن نختلف فيها وأراءنا حتى السياسية داخلية متركة على جنب. نحن وصلنا لمرحلة وطننا تحت النار.
نعم. أهلنا عم يبادوا إبادة جماعية من عدو ما بيرحم. نعم. فأقل شيء أقدر أقدم بما أملك، يعني بما تيسر من قدرة، من يعني من سواء على منصاتي أو عبر صوتي أو على الأرض. حسيت من أول لحظة أنه ما بقدر أكون قاعدة بالبيت، يعني لما أنت تفكر أنت قاعد نايم بتحت وعم تتغطى وعلى مخدي وعم تاكل ويمكن خيك اللبناني، مش يمكن أكيد، مفترش الأرض وملتحف السماء وحاطت إيده وهي مخدة، طلعوا بلد يعني طلعوا بس الثياب اللي عليهم. نعم. فتخيل قدي الوضع مأساوي، وعم نحكي عن أكثر من مليون اليوم صار من صح. أهلنا النازحين. والعدد مرشح للزيادة طبعا طبعا، لأنه كل لحظة عم بيصير في تهديد وعم بيصير في نزوح من منطقة لمنطقة. هو يعني شعور ما قدرت أنا سيطر عليه، وبعتبره شعور وعمل طبيعي، ما يعني بعتبره أقل شيء بقدر أقدمه. نعم. كيف كانت تجربتك خلال هالجولات؟ كيف كانت استجابة الناس معك لدعوتك لمساعدة الناس؟ حين أنت نزلتي على الأرض رابعة، ما اكتفيتي نعم. بالسوشيال ميديا، شفتي ناس نعم. على المدارس، شفتي ناس يمكن قبل بيتك، في حدا قاعد على الطريق على أرصفة المنارة وكل هالمحلات، كمان في ناس على الطرقات بساحة البرج، في ناس كمان قدام المساجد وعلى الطرقات. أندري من أول يوم شفت الوضع مأساوي، لأنه فجأة صار في أعداد يعني هائلة من أهلنا، يعني بمراكز الإيواء كافة، وكل يوم كانت عم بتزيد. طبعا نحن ما منا مجهزين، ما عنا بنية تحتية، ما عنا أساسا، ما نحن شعب منهك ومسروق ومنهوب وحالتي حالي. يعني اللي عم بيساعد اليوم أندري هو أيضا تعبان، هو حدا، هو إنسان لبناني، مواطن لبناني، انترق من قبل دولته يعني وانتحكت كرامته، ولكن نخوتنا يعني هيدا الشيء اللي أنا بعول عليه دايما، واللي فاجأني حقيقة، واللي صدقا أندري صدقا بقول لك إياها، وبتمنى أصوات النشاز ما تدخل لتشعل أي فتنة. السنة حد الشيعي، المسيحي حد المسلم، يعني في تعاضد، في تكافل. أنا شخصيا أصدقاء من غير طوائف، ما لهم علاقة بشيء ولا بدهم الحرب، ورأيهم السياسي يمكن يختلف عن كل شيء عم بيصير. نعم. سخروا أموالهم وبيوتهم لخدمة أهلنا النازحين. هيدي النخوة عند اللبناني، هيدي النخوة رابعة عند اللبناني اللي بنعول عليها، إنه بس نصير بس تنزلك، بس توقع الواقعة بنطلع كلنا من خندقنا اللي نحن بدنا إياها، بنصير كلنا بخندق واحد على صعيد شعب 100%. يعني هيدا اللي أنا شفته، وما تصدقوا الأصوات النشاز اللي عم تطلع على السوشيال ميديا أو هون وهون، جرب تعمل فتن. نعم. أنا شفت تعاضد كبير، ولكن شفت مأساة كتير كبيرة أندري. خبرينا عن هالمأساة، عن هالأبرز القصص الإنسانية اللي واجهتيها. أول شيء هدول ناس، نعم هدول ناس عندهم عزة وكرامة وعايشين، يعني عندهم بيوتهم وعندهم أراضيهم، يعني نوعا ما مكتفين، تركوا وراح كل شيء، فعزة نفسهم أحيانا عم تمنعهم يعني يطلبوا. ولكن أنا شو بدي أقول لك، بدي أقول لك عن الوضع الصحي الصعب، بدي أقول لك عن مدارس. أنا هلأ رح نزل لأنه صورت صور بمدرسة غير قابلة لل يعني غير قابلة للنزوح، غير قابلة للحياة، مجرد ما تشتت الدنيا حطوه في المي عليهم، الحمامات ما في إلى أبواب، ما في صرف صحي. نعم. تعرف أنت يعني في خصوصية أنه الإنسان بده يدخل على الحمام بده يكون عنده خصوصية على قليل باب. 100%. تخيل أنه في 650 شخص بمدرسة عم يتشاركوا حمامات بلا أبواب، عم بتطوف عليهم المي. يعني حالة مزرية، عدا عن الجراثيم والبكتيريا اللي هلأ ممكن تنتشر، علما أنه في مساعدات كتير، ولكن نحن قدام أزمة كتير كبيرة. اللي أنا بس بدي أقوله، اسمح لي من خلالك فضلي أكيد
انه المبادرات كثيره والجمعيات كثيره وانت ذكرت منهم والى ما هنالك، ولكن انا عم شوف على الارض في نوع ببعض الاماكن من سوء تنظيم. بمعنى يمكن في كثير مواد غذائيه عم تنكبع شوي، ولكن في نقص بالمخدات والفرش والحرامات او بادويه او بمواد تنظيف. أضف إلى ذلك هيدول الناس طلعوا بلا شيء، بلا ملابس، بلا ملابس داخلية، هيدول كلهم حاجيات أساسية. يعني هيدا حاجيات يعني أساسية. في قصص ثانية غير الأكل طبعا. فكتير مهم ندرس ليه أنا نزلت على الأرض وليه بعدني عم بنزل لشوف بعيني وعاين وأدرس، ولما بدي ساعد ساعد صح. زائد أنا طلعت هلأ صرت عم بطلع على جبال، يعني أنا كنت بثانوية حراجل مثلا. في مصيبة البرد بعد، يعني هلأ بلش البرد وبعد شوي في مدارس بلا تدفئة عم بيتحمموا بالمي الباردة أو عم بيسخنوا بيتحمموا بالكيلة. بما معناه أنه اليوم نحن كجمعيات كمجتمع مدني كأفراد كتجمعات خلونا كمان نطلع شوي على الجبال على الأماكن الباردة بحاجة الأماكن البعيدة اللي راحوا عليها، أماكن البعيدة اللي راحوا عليها النازحين، يعني مش بس بالأماكن القريبة، الأماكن حيث لا يوجد كاميرات. بركز أوكي. روحوا على الأماكن اللي ما فيها كاميرات يا أهل الخير، لأن ما بشك بخيركم، ولكن هلأ مش وقت كتير نصور. فينا نصور نحكي عن الأزمات، بس روحوا على الأماكن اللي فعلاً في ناس على الأرض بالبرد ما عندها الحافي غطيها وما عندها فرشة تنام عليها أو مخدة. فبتمنى، وهيدا بالنهاية برجع بقلك أو بقول هيدا شغل دول، يعني نحن عم نعمل كمجتمع مدني عم نعمل شغل أفراد، عم نعمل محل أفراد عم تقوم بشغل دول 100%. فنحن بحاجة ماسة، وأناشد أنا المجتمع الدولي انه يتطلع بلبنان وينظموا المساعدات، لانه صدقا ما رح نقدر نكمل. هلا في حماس، في طبعا اللبناني نخوته ما بتروح، ولكن نحن بشر، في ناس يمكن تتعب، في ناس يمكن تزهق، في ناس يمكن تمرض، يمكن لازم يكون في خليه تنظيم ازمه مساعدات، يعني خليه لتنظيم المساعدات اذا بدك، خليه ازمه لتنظيم المساعدات. تجي الدول، تجي الدول ما تعطي الدولة اللبنانية، ما يعطوا الدولة اللبنانية يعني دولتنا حرامية، يعني شو بدي أحكيها هيك هالقد بشكل واضح. تجي هالدول تعمل هون تحط لها مقرات وتساعد هي، شهدنا هالشيء قبل. رابع الإعلام، الإعلام كيف عم بيساهم بتسليط الضوء الإعلام اللبناني على معاناة النازحين؟ عم نشوف نحن عم بيكون في تواجد للإعلام، هل تصويت الضوء عم بيكون فعال كما يجب؟ بس ببيروت أندري عم بقول لك، أنا عم بقول للي يساعدوا طلعوا بعيدا عن الكاميرات. كمان ما فينا نلوم الإعلام اللبناني لسبب، اليوم ويله يغطي الحرب، ويله يغطي المصايب والأكل شوي غارة والقتل والدمار والموت والإبادة الجماعية، ويله ينزلوا يشوفوا مآسي النازحين. يعني ما بدنا، انا ما بحمل الاعلام، انا بتمنى بس من الاعلام ينقل الصوره سواء هلا ما يبث فتنه، ما يسمح لاصوات الفتنه تدخل بيناتنا. اللحمه والوحده هي هلا هي قوتنا، ما قلنا غيرها، هي خلاصنا الوحيد أمبري. خلاصنا الوحيد هو الوحده فقط لا غير، ما عندنا شيء. هل هناك مبادرات او مشاريع قيد التنفيذ للنازحين بلبنان عم بتقومي فيها او عم بتشاركي فيها؟ عم بتقومي باتصالات مع معنيين؟ عم توصلي الصوت مثلا هون بدهم هيك هون بدهم هيك؟ غير انك عم تنقلي الصوره، كمان عم بتتابعي بعد ما تصيري، بعد ما تطلعي وتزوري وتصوري، عم بتتابعي رابع؟ وانا بعرفك انه انت دقيقه بهالموضوع وما بتتركي شغلتك بنصها. هيدا اكثر من النزلتي والتصوير والنقل المعاناه، يعني انا بشوف الحاجيات وبسمع وبسال، حتى عم يجيني اتصالات والله هلا اجاني مدرسه مثلا بحمانه بحاجه ماسه لفرش ولحرامات ولثياب للاطفال، مباشره انا بحكي مع اصحابي، بستغل علاقاتي،
ناس بعرفهم من أهل الخير عايشين بأفريقيا، عايشين بالخليج، مباشرة بجرب أو عم بتواصل مع جمعيات ومع أشخاص عم يشتغلوا على الأرض. يعني أنا ما عم وقف أندري. طبعا أعوذ بالله من كلمة أنا وكتار غيري، ويمكن غيري عم يعمل أحسن بكثير مني بكثير، بس كلنا لازم نعمل، كل واحد لازم يعمل بمكانه الصح بالشيء اللي لازم يعمله، تتكون في كل واحد بيشتغل حسب قدرته وحسب قد ايه عنده مجال، حدا بصوته مثل ما قالت ماجي وانت نقلت، حدا ببسمه، حدا على الارض، حدا بماله 100%. بس اكيد اكيد لازم كلنا نشتغل. واكيد اليوم المساعدات الماديه كثير مهمه، وبدي انبه من نقطه يا جماعه، في تجار الازمات، في ناس، في متحدي صفه، في للأسف في للأسف رابعة، وشفنا صور لكريتين إعاشة تفتحت ونشيل منها اللي نشيل، ووصلت للناس فيها شغلتين أو ثلاثة للأسف. يعني هدول أنا بعتبرهم مجرمين، وفي ناس على مستوى أكبر كمان. نعم. من جمعيات لأشخاص. نعم. كتبتي بوست رابعة زياد، كتبتي بوست قلتي فيه الفن، بيقولوا الفن رسالة، وين معظم الفنانين يلي ما عم نسمع أصواتهم الحلوة بهالأيام، النجم الحقيقي يلي بينزل على الأرض ومع الناس. إداء الفنانين بلبنان كيف عم تلاقي، كيف عم تقيمي بهذا الوضع؟ ليك أول كم يوم كنت حقيقة هيك يعني مدهوشة سلبا من أداء الفنانين، لسبب انه كنت عم شوف تغريدات رماديه ضبابيه، وطبعا ما رح اذكر. نعم. بس كانه لبنان بلد بعيد ونحن عم نرفع له العلم او عم نأدي له التحيه، بلدنا عم ينباد، يعني مجازر عم بتصير. فانا تفاجأت انه هدول الناس انتم مين، انتم يا فنانين يا نجوم، ما انتم مين صنعكم غير الناس، مين كبركم غير الناس. انتوا لولا العالم، انتوا لو ما هدول العالم وين كنتوا بتكونوا؟ فالحقيقه تفاجأت. هلا عم برجع اسمع اصوات الحمد لله. انا دائما بتطلع على الجانب الايجابي، على النص الممتلئ من الكوب. بركي بركي صحيوا بعد هول المجازر، بس اليوم كلمه الفنان بوضوح اندري كثير مهمه. انا ما بكفي اطلع حط علم وحط غنيه وقول الله يحمي لبنان، لا. لا، في عدو عم بيبيدنا كلنا، وهيدا العدو كلنا بنعرف انه ما رح يترك حدا، لا رح يترك، يعني دور جاي على الكل. فوقت اللي انا بدي اطلع اكتب تغريده او بوست او راي ما سمي فيه عدوي، انا بعتبر هيدا موقف ضبابي لا اعول عليه. انتوا ليه؟ بتعرف ليه اندري؟ وقت يطلعوا يحكوا ويعلوا الصوت والصرخه ما لهم تاثير، هن لهم تأثير بالعالم العربي وبالعالم. نعم. فهن عم يعملوا حفلات بكل العالم. انتوا يا عمي انتوا رسلنا الى العالم، انتوا سفنائنا الى العالم. بس طبعا هون يعني ما فينا نعمم رابعة، لانه في بعض في بعض النجوم عم يعملوا شغلهم على الارض، او اوقات عم بيكونوا متواجدين بطريقه او بما. اكيد ما بعمم. انا مش من النوع اللي بعمم وبقول الكل ابدا. وانا مثلا سيدي مجد الرومي عملت رساله حلوه، ابدا انا ما بعمم ابدا، ولكن مطلوب اكثر اكثر. يعني خلونا نتشبه بممثلين غرب كيف هبوا لنصره فلسطين اللي هي منا ارض ومنا بلد. فكيف انتم يا فنانين يا احبائي يا نجومنا اللي نحن بنحبكم ومنقدركم، انتبه تمثيل وغناء، عم بحكي عن الكل. نعم عم نحكي عن الكل. انتو كمان اصواتكم نحن بحاجه، يعني اليوم وطنكم بحاجه لنا. بس وضع الممثل الهرم للاسف، وضع الممثل اللبناني لا يحسد عليه، ما كمان هالممثلين قاعدين بلا شغل. صح. صح. وهي هلا نحن مثلا اعلاميين قاعدين، يعني ليك ما انا بلشت اندري قلت لك نحن الشعب منهوب ومنهك تعبان، ولكن ما عم اقول لك صوتي كلمتي. انا مش عم بطلب انا من الفنان اليوم يروح يدفع مصاري اذا 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 ممثل الله يعينه او الله يساعده، بس صوتك وكلمتك توصل بتاثر. احنا بنقدر نعمل لوبي، ليه في لوبي صهيوني؟ ليه نحن مش قادرين نتوحد؟ ليه نحن مش قادرين يعمل، ليه نحن اذا مش قادرين حي واحد يجتمع هيك ايد بايد؟
منساعد بعض مندعم بعض بس خلونا هيك نتكاتف نرفع الصوت كلنا سوا نرفع صرختنا بركي بصير شيء. يعني بنتأمل صرختك وصرخة كتار عالميين فنانين نجوم بغنوا بمثلوا ملحنين بيشتغلوا بالشأن العام يرفعوا الصوت يشوفوا وضع هالعالم خصوصا انه في ضيعة جديدة كمان عم تتهدد وطلب منها اخلاء ضياعة وبيوتها ومنازلها وهي الكرة عم تكبر على ما يبدو. نتأمل مثل ما قلتي انت ننسى قصصنا ونتكاتف ايد بايد تنقطع هالظرف الصعب على قدر نخففه قدر ما بنقدر نخففه طبعا أندري. وانا بضم صوتي لصوتك وبدي يكون ايجابيه ما بدي عمم اكيد 100%. ولكن بشدد على دور المثقف بشدد على دور الفنان بشدد على دور الانسان بشدد انه وطننا بمحنه وما خلاصنا هو وحدتنا فقط لغير. نعم انا بدي شد عيدك رابع عزيات واللي عم تعمليه شيء رائع جدا يعني كمان عم تنزلي مع هالناس على الأرض عم تشوفي أنت من الناس أنت بالنتيجة مواطنة لبنانية مثل كل هاللبنانيين. شو اللي هيك سؤال عبالي أسألك إياه شو اللي دفعك لتقومي بهيدا بهالحملات وليش عم تنزلي على الميدان يعني عم تعملي جولات ميدانية وكان فيك تقعدي وتعملي ريل وفيديوز وأنت قاعدة ببيتك. ما بتقدر أندري لازم تنزل على الأرض وتشوف الناس وتشوف أو تسمع لأوجاعهم وتشوف أنت بعينك شو عم بصير وكيف طلعوا وشو احتياجاتهم. ليه نزلت على الأرض؟ لأنه حسيت أنه ما بقدر أكون ببيتي ما قدرت. يعني ما تسألني ليه واجبة الإنسانة واجبة الوطني وصدقا لو هيدا الشيء صار مع أي بأي منطقة ببلدي بوطني حأعمل نفس الشيء. نعم ما هو ما بعرف يعني هو شيء داخلي شعور طبيعي بيدفعك انك انت تحس انك انت اذا كنت قاعد بالبيت عم بتخون ارضك ووطنك واهلك وناسك او يعني كيف تروح بتعزي شخص كيف تروح بتواسي شخص نفس الموضوع. نعم. هدول يعني ناس اهلنا منكوبين اهلنا تشردوا اهلنا نزحوا تركوا بيوتهم رحلوا الناس أشهد له الناس. يعني كنت من يومين هون بحراجة القريب أنا بطلع بقول له قاعد هيك شخص من بعلبك قال لي رابعة أنا هيك شفت الدمعة بعينه وطلع فيه بين عرفني وما عرفني قربت هيك عليه قال لي أنت قلت له إيه أنا قعد حده طلع فيه هيك قال لي فتح تليفونه قال لي شوفي هيدا بيتي قلته $300,000 معمره كل شبر بندر راح هيدا هيدول محلاتي هيدا كذا بنتي بدي كنت سفرها على ألمانيا تدرس دكتورة أنا جيت بس بهيدا الفان لهون. نعم. طلعت شيء قلت له بحاجة لشيء قال لي مستورة الحمد لله بتقطع بتهون قدي يعني بحملوكي هيدا مثل قدي بس يشوفوكي أنت هالوجه الإعلامي اللي بتطلع عليهم على التلفزيون بس يشوفوكي بيناتهم بيفتحوا لك قلبهم بسهوله بفضفضوا لك بيحكوا لك كثير ما تتخيل مجرد ما يعني ما يشوفوني او يشوفوا اي حدا هيك معروف نا. اذا بقول لك كيف يعني الضحكه على وجههم كانه روحهم بتنرد لهم لانه بحسوا انه في حدا معهم منهم متروكين لوحدهم وهيدي نقطه هيدا سبب اساسي لانا انزل وغيري ينزل وانا بدعي الكل 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 الكل, الكل. من اي ما تفكروا انه اذا نزلتوا ما راح تاثروا حتى لو ما نزلتوا ساعدتوا حتى بس لو وقفتوا هيك طبطبتوا وسمعتوا بتكونوا عملتوا شيء. صدقني انه الكل بيقدر ماشي دور سيارتك او اذا ما عندك سياره ما بعرف كيف بدك توصل وصل على اي مركز وين ما كنت في وين ما كنت في حدا باي منطقه في كل الامكنه فوت واسمع للناس وهيك طبطب عليهم ودهار بتحس انه انت عملت شيء. نعم الإعلامية رابعة زياد يعطيكي ألف عافية ودايما مواقفك الوطنية هيك بتكون واضحة وبتكون ظاهرة للعيان إنسانيتك كمان واضحة بكل شيء عم تعمليه. الله يخلصتها من هالنفق الأسود نطلع منه على خير وبأقل قدر من الخسائر الممكنة يا رب. الله يحمي لبنان ويحمي الجميع.
لك. وشكرا لك، صوت لبنان دايما عم تفتح المجال للضوي على كل هالامور وعلى كل المبادرات، واجباتنا نضوي عليها. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه، يحميك انت وعائلتك ويحمي الكل على الموجة سوا. هيدي هي كانت اليوم وقفتنا مع شق الإنساني، شوف الناس شو بدها، شو عم تعاني، نمسح دمعة، نطبطب على كتف حدا موجوع زعلان مقهور، خسر حدا، خسر أرض، خسر ناس، خسر أهل، مش لاقي محل يروح عليه، مش لاقي ناس يحكيهم. هالشخص اللي كان يعبطه وياخد منه القوة والحنان والصمود بطل يمكن موجود. الله يقطع هالغيمة السوداء من لبنان واللي موجودة فوق لبنان على خير. بصوت لبنان نحن مستمرين بفقرات وبرامج خاصة عن الموضوع ولمتابعة أمنيا وحياتيا كل المجريات مجريات الأحداث اللي عم تصير على الساحة اللبنانية. خليكن دايما عبر صوت لبنان، برامجنا ولقاءاتنا وضيوفنا مستمرة. على الموج سواء.